في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة المغاربية وكذا دول الساحل والصحراء، أشار الخطاب الملكي إلى التعاطف الدولي المتزايد لقضية الصحراء المغربية والدعم المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي. الخطاب اللي جا به أمير المؤمنين اليوم احنا كننتظره وعندنا ضريك ارتحنا له أكثر من أكثر، ونتمنى والله إن شاء الله عنه يكون في خير ويكون في مستقبل واشتهار لبلدنا العزيز. تطرق صاحب الجلالة في هذا الملف ديال قضيتنا الوطنية ما يخص الصحراء، كان إيجابية الملف من ناحية المنتظم الدولي، وهذا ربح ومكسب أنك كجهة من الوطن الأم. خطاب عيد العرش في شقه المتعلق بأقاليمنا الجنوبية تطرق كذلك إلى مبدأ الحكمة التي جسدها في ثلاثة أنواع، منها ما يتعلق بنموذج اقتصادي وتنموي جديد وبالجهوية الموسعة وبحماية الحرية والحقوق. الاقتصاد الآن الاجتماعي والبيئي مشرف على وضع جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، خصوصا أنا أعطى التقرير ديالو في مارس، والآن يعني مقبل أنه التقرير النهائي اللي إن شاء الله نستشرف منهم من خلال الحوارات اللي كان قام بها طبعا في هذه المدن ديال الصحراء، السنه يعطي نموذج جديد. ما هي اول مره في خطاباته كيف راح الشعب المغربي بصفه عامه بالمستجدات اللي هي طارئه على على الساحه الوطنيه بصفه عامه، الساحه الدوليه بصفه عامه، وعلى الساحه الوطنيه بصفه خاصه، وهذه لا غرور بالنسبه للخطابات هو اللي كنا ننتظره. كما ذكر الخطاب الملكي بقرار مجلس الأمن الأخير الصادر في شهر أبريل والمسؤولية التي ألقاها على عاتق الجزائر ودورها في استمرار معاناة المحتجزين بمخ